كده للمشاهدين، فاكر معايا كده الحفار الصغير بتاع أزمة قناة السويس؟ ودي حاجة تتنسي؟ فاكر قد إيه الناس كلها كانت مركزة في الموضوع، وقد إيه نقدر نقول إن الموضوع ده كان تحدي كبير جدا لينا. طب بلاش، فاكر السفينة الجائحة في قناة السويس وقد إيه العالم كله كان شايف إنها حاجة مستحيلة إن إحنا نقدر نخلي السفينة تتحرك مرة تانية؟ عايزة أقول لحضراتكم إن إحنا قدرنا ندي مثل قوي جدا ان عندنا ارادة وعندنا عزيمة، ودول ما احنا دايما سايبين توكلنا على ربنا كل حاجة هتعدي. بالعكس، احنا اثبتنا للعالم كله ان احنا نقدر نعمل اي حاجة. عايز اقول لحضراتكم بقى واسمحوا لي ان القصة دي بقت بيتضرب بيها المثل في الارادة والعزيمة في العالم كله، لدرجة ان في كاتب امريكي اسمه رايان بيترسون. رايان بيترسون ده عمل كتاب مصور جديد وهو اسمه The Big Chip and the Little Digger. الكتاب ده عمله قصص للأطفال، وعايزة أقول لكم إن القصة دي بتحفز الأطفال إزاي يقدروا يواجهوا الصعاب اللي ممكن تكون موجودة في حياتهم، إزاي يقدروا يخلصوا أي حاجة، علشان يعرفوا دايماً إن بالصبر والعزيمة والإصرار هيعدوا أي حاجة. عارفة إحنا امبارح كنا بنتكلم عن يعني احتفال جوجل بالكاتبة الصحفية أليفة رفعت، وان هي أيقونة الريف، وان هي كانت دايما كده ملهمة في كتاباتها، وكنا بنقول ان احنا نستفاد من ده ان احنا نعلم اولادنا حب القراية والكتاب، ده شيء مهم جدا. النهاردة الكاتب الامريكي رايان باترسون بيرد علينا بالكتاب الجميل ده اللي كله الهام، فكرة جميلة جدا من الكاتب ان هو يحكي قصة الحفار الصغير من منظور فلسفي للاطفال، يلفت نظرهم ويبث فيهم الثقة بالنفس، ويعرفهم قد ايه مهم جدا ان انت يبقى عندك نظرة تفاؤلية، وانه مفيش حاجة اسمها مستحيل، وخير المثال المصريين. فطبعا فكرة الكتاب مبدعة جدا، والتأليف حلو قوي وشيق للأطفال ان هم يفهموا القصة الجميلة اللي حصلت دي. وعايز اقول لكم انه في مقدمة الكتاب في كده جملة مترجمة بتعلم الأطفال قوة فعل الشيء الصحيح حتى لو نص العالم بيسخر منك. دي حقيقة جدا فعلا، لانه احنا ساعات بنبقى عايزين نعمل حاجة صح وخايفين انها هتحصل مش هتحصل، لا جرب واسعى، ووارد ان انت تبقى سبب في خير لناس كتير، وهنا دي الرسالة اللي حابب يوصلها. وعايز اقول لكم كمان حاجة بقى مهمة، انه الكاتب ده هو اللي هو رايان باترسون، هو اصلا صاحب شركة شحن، شركة شحن امريكية اسمها فلاكسبورت، والشركة دي هو قال انه الايرادات اللي هتطلع من الكتاب ده هتروح لصالح برنامج هو عامله لإغاثة المتضررين والمصابين من فيروس كورونا في الهند. يتضرب بينا المثل، اتعمل كتاب مخصوص للأطفال، أظن مفيش أحلى من كده بداية نبدأ بيها يومنا. بالظبط.